يلا اخي خلصنا. هاي بونجور. اذا صار عندك اي وجع بالليل فيكي تاخدي حبتين مسكن. اوكي ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيك. هاي يا زنزور، كيفك؟ مشتاقة، كيفك انت؟ الحمد لله تمام. اخي جرير، دكتورة زينة اللي حكيت لك عنها بنفس الحارة وبنفس المدرسة. عم بقول وشك مو غريب علي. على كل حال تشرفنا. اهلا وسهلا فيك. الا ما تكون متفركش فيني بالطريق شي نهار. لا على سلامتك. كلهم مدبرين حالي. معك صورة بانورامية؟ ما بدها دكتورة، ما بدها، يعني ما في شي خطير، هي بس هيك استفادة. اوكي، تفضل استاذ جرير لنستفيد. يلا، اقعد على الكرسي صح؟ إذا بتريد. أي. طيب بهالحالة لكن أنا رح أنطره برا. كأنه هالعيادة مو عاجقة عندك لك زنزون. أنا ما بستقبل غير مع الموعد، مشان هيك ما بتعجب. أوكي. طيب أنا ناطرة برا. قدي بقيان هون أستاذ جرير؟ يعني شي 10 أيام تقريبا. افتح لو سمحت. معناتها ما رح اقدر اشتغل لك بشي. ليش غير دكتورة في شي؟ اسنانك تعبانين منيح. عن جد بس انا الحقيقة ماني حاسس بشي. بعد شوي رح تشتكي منه. شكلك ما بتعتني بسنانك كثير. لا يعني انا يعني فرشيهم مرتين بالنهار، بالليل قبل ما انام والصبح لما في. اي ما بيكفي. استعمل الخيط؟ هلا ما بدي كذب عليكي، حاولت بس مالي جلد. غريب ليش؟ مع انه سهل كثير. يعني هيك ما عرفت، التقنيه تبعه شوي هيك بحسها صعبه. علميني. اتكرم عينك، بسيطه مو مشكله. طيب دكتور هلا بدي اسالك، اذا نحن افترضنا فتنا بموضوع العلاج، هلا قد ايه بده ياخذ معنا وقت تقريبا؟ يعني بدك تحكي بشهر شهر ونص. شهر لشهر ونص، يعني فيني مثلا بين جلسه وجلسه روح ورد ارجع؟ اذا شغلت اسبوع بين الجلسه والجلسه ايه بيمشي الحال. جريت. حضرتك عايش بإسبانيا؟ ايه انا عايش بمدريد. طيب قد ايه صار لك مزاير دكتور الاسنان؟ يعني تقريبا شي سنه او اكثر. الاسنان ما بينتركوا بصراحه. انا بتجنب الروح على عند دكتور اسنان. معظم العالم هيك، يعني بخاف انه جاي الحقيقه. ايه بسيطه، ابره بنج بتحل الموضوع. عندك شي مشاكل ضغط او سكر؟ يعني الحقيقه ما سبق وصار عندي هيك اعراض، بس عم فكر اعمل تحاليل. يعني هو وزنك بالنسبه لطولك مبين منيح. انت هيك رايك دكتوره؟ يعني مو مقياس، بنشوف. طيب فيني مثلا عزبك تكتبي لي التحاليل اللي لازم ساويها لحتى اعمله قبل ما اسافر؟ اكيد، تكرم عينك. شكرا. والله العظيم يا زينة، أنا ما بتصدقي شو بحس لك، بحسك أختي على فكرة مو بس رفيقتي. الله عوضني فيكي عن أهلي اللي ماتوا وقرايبيني اللي سافر ورفقاتي اللي هاجروا. يا حبيبتي والله أنا كمان بحسك مثل أختي. ما بتتصوري قديه كنت أكلي هم يصير شي من ورا هاي القصة. يعني مثلا أخسرك تتصرف ساندرا هيك شي تصرف ما له طعمة، ويا معيال خسرت بعض بهيك قصص. والله نفس الشعور بحس لك، معك حق. ليش انا قليله شو تعذبت معه لجرير؟ يعني بتعرفي واحد مثله عايش برا بالطول وبالعرض وشايف اشكال الوان براسه، اي مو سهل انه تقنعيه يتجوز. معك حق. طيب تقبريني هلا انت لهون مهمتك خلصت، الباقي علي، بس يصير شيء جديد ببقى بخبرك. اوكي يلا. اوكي اتفقنا، باي حبيبتي. شيء يا حظعتني. جرير العروس موافقة، ساندرا موافقة. لوش ايش؟ مين ساندرا؟ لك شو مين ساندرا؟ بنت اختها للدكتورة زينة. يعني قريبتها لزينة كانت تعرف انه هذا اللقاء مدبر؟ لا طبعا، اكيد لا. بناء على شو وافقت لك؟ يا سيدي اللي صار قلب كل التوقعات وغير كل المفاهيم، وما كان في داعي طلع انه نعذب حالنا ولا نقعد نظبط ولا شيء، لانه العروس طلعت حاببتك من النظرة الأولى. خولة بحب ذكرك، انت اللي خططتي وانت اللي زبطتي، ومع هاد شو اللي صار لحتى توصل الامور لهون؟ نصيب. طلعي لي من هالابواب. انت متاكده انك ما فتحتي سيره قدامها؟ طبعا لا، اكيد. معقوله؟ شو يعني؟ يعني هي اللي طلبت ايدي؟ والله بهالايام كل شيء وارد، بس ما قلت لي لك جرير.
كيف لقيتها؟ بتصدق ما انتبهت؟ انا اول ما شفت قدامي بنت صغيره ما عاد شفت شيء، صار في عندي بلاك اوت. لك لسه بيقول لي بنت صغيره؟ حبيبي هلا بهذا الزمن ما بقى في بنت صغيره، الله وكيلك هذا الجيل شايق الارض وطالع وبيعرفوا الدنيا اكثر مني ومنك. ليك يا خوله ما تاخذيني بالعبطه، انت لما بتقولي انه قريبتها لزينه موافقه هذا معناته انك فاتحه الموضوع قدامها. لا مو انا. مين لك؟ زينه. كمان يعني زينه بتعرف انه روحتي لعندها على العياده ما كانت عفويه. طيب شو شو نقول مبروك؟ مرحبا دكتورة، أنا جرير. أهلا جرير. أنا بعتذر إذا عم اتصل من تليفون خولة. لا ما في داعي تعتذر، ما في مشكلة. يبدو في سوء تفاهم وأنا حاب أوضح لك إياه. سوء تفاهم؟ خولة حطتني بموقف يعني بتوقع أنك تكوني شريكة فيه. سوري بس ما عم بفهم عليك. يمكن الحكي على التليفون ما كتير بيشرح، أنا حابب أشوفك شخصي وأشرح لك. فيني اجي لعندك على العياده بكره؟ جيب معك صوره بانوراميه فرد مره مرقك بين المرضى وبنضرب عصفورين بحجر اذا بدك. والله الحقيقه ما بعرف كم عصفور بدنا نضرب بهالجيه، حاس حالي تحولت لشبكه صيد. انا هلا صرت متاكده انه في سوء تفاهم استاذ جرير. بسيطه. شكرا لك. شو حبيبي؟ شرحت له وجهة نظرك؟ لك خولة، لك حلي عنه للزلمة بقى شبك، هو جاي لعنا كم يوم إجازة، لك رح يندم على الساعة. أنت ارتاح. أخذت موعد بكرة. أي ساعة؟ رح تمرقني بين المواعيد. يعني أنت لازم تكون هني؟ أنا رح روح لحالي. ليش أنت بتعرف تروح لحالك؟ خوخة حبيبتي، بحب ذكرك إني أنا صرت فوق الأربعين. وأنا بدي ذكرك كمان إنه هو الكبير بالعيلة، مو آخر العنقود، لك شبك. شبكون أنتوا اثنين بحطوا علي فوق ما الواحد بيعمل منيحة. في عندك سحب عصب، في سن بده تلبيس. ما عم تتوجع؟ لا ليه؟ عندك خراج. اوف كل هدول؟ من الواضح انك ما بتعتني بسنانك ابدا. استاذ جرير، نحن اليوم عملنا تنظيفه سريعه للاسنان، رح ابعتك عن طبيب يسحب لك العصب بعدين ترجع لعندي بنكمل. اوكي بس انا كثير بصراحه بكره دكاتره الاسنان، سوري يعني ما في شيء شخصي اكيد. لا عادي، حدا بيقعدك على هالكرسي بيقول لك فتح تمك لوجعك شلون بدك تحبه، وفوقه بيطلع عم بيتامر مع اختك. لا يعني اختي كمان حطتني بابيخ موقف بحياتي. خذ الموضوع ببساطه، لا تاخده بهي الطريقه. بس هو فتح تمك لو سمحت. مغمي اللي بقى ليش حاسس حالك بمصيبة؟ لأني أنا ما بحب حدا ياخذ عني فكرة غلط. اللي هي أنا سايرتها لخولة لحتى أخلص من النق، بينت القصة وكأني جاي لحتى أشوف عروس. فوق كل هذا طلعتوا كلكم عرفانين ومتواطئين وأنا الغبي الوحيد بيناتكم. لا والافظع من هذا كله قريبتك طلعت موافقه وكاني انا فعلا قدمت لها او طلبت ايدها وجايه خولها عم تخبرني الخبريه وهي عم تربحني جميله. اول شيء حابه اقول لك بانه خوله بتعرف انك مانك هيك وانا كمان بعرف، بس على ما يبدو صار شيء بالنص ما كان متوقع، واللي هو شكلها خوله بالغت شوي بالبرزنتيشن اللي عملتها عنك قدام ساندرا، قامت ساندرا افرت الموضوع، وعلى ما يبدو انك عجبتها لساندرا. اه هيك. على كل حال خوله بتعملها يعني اختي وبعرفها. وانا سوري يعني بس بدون تفكير اعترفت لها لانها هي اوريدي كانت اكتشفت. كان لازم تستني شوي. ايه ما قدرت، قالت لي عندك فيلا بماربيا، قلت اخ صار عنا قرايب بنصيف عنده. فيلا؟ اخ منك يا خوله اخ. هلا اذا ما بدك تعزمنا انت حر ما بيأثر. لك لا مو هيك القصه، بس هي كلها شاليه 60 متر. 60 متر بس؟ هلا انا بحكم شغلي بشركه هندسيه رحنا على ماربيا لحتى نبني كم فيلا. اكتشفنا انه المشروع رح ياخذ كثير وقت، قمنا اخذنا قطعه ارض صغيره على شط البحر وبنينا عليه شاليه للاقامه بس. هي يعني
إذا الفيلا بمربية طلعت شالي 60 متر على هالحالة بيتك لمدريد شو بيطلع كرفان؟ مهضومة أنت على فكرة. للأسف من الواضح إنه أنا وبنت أختي لازم نعيد النظر، سوري. يعني يا ريت بتكوني عم تنقذيني من موقف فعلا كتير بايخ. أنت بتعرف كم واحد بده إياها لساندرا؟ لا لا أنا آسف، أكيد أنا مو قصدي جرح بساندرا، أصلا أنا ما لحقت أتعرف عليها وهي صبية ما شاء الله عليها، بس أنا بالنسبة إلي رافض المبدأ. وأنا كمان حاسة كتير بالذنب، ما بعرف كيف بدي حل هالموقف. بسيطة، حطيها على هالكرسي. شين هذا نطلع ناكلنا أكلة سمك؟ لك لعيونك، بعرف أطيب محل سمك. آخ يا جلي شو مروح على حالك شغلات؟ إيش مروح علي يعني؟ بنت صبية وحلوة مثل القمر وصغيرة. بتعرفي شو مشكلتي معك خوخة؟ شو؟ إنك عم تعملي معي وكأني واحد ختيار وروح عليه فرصته الوحيدة بالحياة بالزواج. لك يا تقبرني مو هيك القصة. القصة إنه بهالزمن ما بقى تلاقي بنت بهالمواصفات. لك خولة، لك شو نسياني إنه أخوك مقضي نص عمره بأوروبا؟ يعني لو بده يتجوز وحدة بمواصفات مهمة كان تجوز ومن زمان. إيه بس مو عربية. ليش الأندلسية شو؟ ألو؟ هاي خولة. هاي حبيبتي، أنا ساندرا. أهلين ساندرا، كيفك؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ شو الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. مو معقول على فكرة، أنتي شو بنت حلال يا ستي، حاطين العشاء وعم نتعشى. قومي تعي. عن جد عم تحكي؟ بتعرفي إنه أنا قريبة كتير على بيتك؟ عن جد عم تحكي؟ يلا قومي تعالي، ناطرينك. يلا بشوفك حبيبة قلبي، باي. هاي زنزون. هاي ساندرا. حياتي لا تنطريني على العشاء لأنه هلأ اتصلت فيني خولة وعزمتني. آها كتير منيح، يلا منيح اللي خبرتيني، أحسن ما أنطرك على الفاضي. حبيبة قلبي يلا بدك شي؟ لا حبيبتي سلامتك، سلمي على خولة وعلى الكل. يلا انجوي. أكيد بيوصل. يلا باي. تيرا تيرا ريرا را. هلو. هلو نص يا حلوة، كيفك يا حبيبتي؟ مشتاقة لك. تفضلي. مرسي. هلو يا جماعة. أهلا وسهلا. شو قطعتكن على الأكل؟ لا ولو، جيتي بوقتك، تفضلي. مرسي. حبيبتي ساندرا شو حطلك؟ ما تسكبيلي شيء أبدا، أنا بحط لحالي. برافو عليكي، معناها البيت بيتك، تصرفي براحتك. كيف شغل هالأيام؟ يعني هلأ ما فيك تقول شغل شغل، كله شوية كورسات ووركشوبات، بس ماشي الحال. هاي ساندرا كل عمرها شطورة. ما شاء الله، ومنين بتعرفيها أنت؟ أنا ما بعرفها، بس زينة حكيت لي كتير عنه. أوكي. شو جرير كيف عم تقضي الإجازة؟ يا ستي هلأ من شوي كان عم يقول لي إنه عباله أكلة سمك. والله؟ إيه؟ زينة بتعمل أطيب أكلة سمك بالعالم. عم تمزحي؟ إيه والله. يحرق حريشة هالزينة ولهلأ ما عزمتنا لعندها؟ مو مشكلة، بهاليومين بنعمل قعدة وبنعمل أطيب أكلة سمك. أوكي. إيه بس أنا برأيي إنكم تستشيروا صاحبة العلاقة بالأول، يعني بشوف قديش عندها استعداد لهذا الموضوع، وعلى حسب ما فهمت من طريف هون في كثير مطاعم بتعمل سمك طيب، صح؟ هذا اللي مروا عليه دائما. فخلينا نشوف شي مرة هيك تكون هي ما عندها كثير مرضى وبناخذها بعد الظهر وبنطلع نتغدى سوا كلياتنا. أوكي، أنا ما عندي مشكلة أبدا، المهم نكون كلياتنا مع بعض، صح سوسو؟ إي طبعا. بكرة إذا بتكون، بس هذا المطعم بده حجز بالأول. ايه بس لازم نستشير زينة بالأول. ليش لا؟ مرحبا، وين الماما؟ جوا. مرحبا يا أمرتي. هاي حبيبتي، كيفك يا روحي؟ على فكرة أنقذتك من أكلة سمك. والله؟ ايه والله، قال جرير جاي على باله ياكل سمك، قام قلت له إنك بتعملي أطيب أكلة سمك بالعالم. ايه بس هو قصر يعزمنا برا. وبهالحالة مين اللي انقذني يا شاطرة، انتي ولا جرير؟ هلا انا يعني، بس كمان هو هيك حبي ورجيني هيك شوي من كرمه. يا حبيبتي انا بكرة ما بقدر، انا بكرة ما بخلص للساعة 9، بس روحي انتي وفرصة تعرفوا على بعض اكتر. اوكي. خولة بدي تعزمك. اهلين حبيبتي، بنت حلال هلا كنا بسيرتكم.
قالت لك ساندرا على أكلة السمك؟ ايه بس أنا بكرة ما بقدر، بكرة صعب. لك شو صعب؟ جرير قال زين عم تقول بكرة صعب. طب اسألي امتى بيناسبها؟ قال امتى بيناسبك بيقول لك جرير؟ أنا أكتر شي بيناسبني بالويكند لأنه تاني نهار ما بيكون في مدرسة عند هاني. بالويكند؟ أوكي بالويكند أوكي. خلص قال أوكي. بس أنتوا لا تغيروا مشروعكم بكرة، روحوا وطلعوا خلوا أكلة السمك علي وكلوا شي تاني بكرة، وساندرا بتروح معكم. عجد زنزون؟ بس لا تقبريني ما بدنا نعزبك معنا. ليكو حتى جرير عم يأشر لي هلأ أنه ما بده يلبكك. لا حبيبتي ما تاكلي هم، أنا بالويكند وقتي معي. أوكي. لك إيه بالصحي هاني وداني عندهم تمرين فوتبول تاني يوم. إيه كتير منيح، معناها بيجي هاني بينام عنا وبيطلعوا اتنيناتهم سوا. خلص اتفقنا معناتها. يلا حبيبتي باي. بسطتي؟ اي طبعا منيح؟ اي منيح. هاي العزيمة كلها كرمالي. وحياتك بعرف. بس لازم تفكري وين بدك تاخدي يوم بكرة. القصة ما بدها تفكير، ناخدهم على شي بوب. لا معلشي روقي لنا حالك شوي، لحق على الرقص. انتي لازم كل مرة تقمعيني يعني؟ لازمك لأنه ما معقول. تشربي قهوة؟ إذا أنتي بتعمليها أوكي. أمرك يا جميل. بتعرفي شو يعني إنه ساندرا تطلع معنا لحالها؟ يعني الموضوع متحول شوي شوي لشكل رسمي. يا رب من تمك لباب السماء. آخ منك يا خولة شو عم تعملي فيني آخ. شو عم أعمل؟ عم تمارس هوايتها. أي هواية أنت التاني؟ تركيب الليجو. إيه لا مو مزبوط هذا الحكي، أنا أصلاً بحياتي ما لعبتها لهي اللعبة، وهي لعبة صبيان. القصة قصة مبدأ، سبحان الله يا خولة كيف بتحبي تركبي القصص فوق بعضها. لك أنا إمتى عملت هيك؟ خلص خلص بقى خلص ما وقتها. سمعت جرير؟ بده يلبسني تهمة وبعدين بيقول لي مو وقتها. والله المشكلة إنه بهاللحظة بالذات أنا مو قدران أتعاطف معك أبداً، بالعكس أنا صرت ميال إني صدقه. هلا هذا اللي طلع معه؟ بعد كل شيء عم بعمله وهيك بتحكي؟ شكراً لثقتك شريك. احكي لي كيف ملاقيتي؟ ليكي بصراحة هو ظريف كتير بس كأنه خجول. معلم وأحسن ما يكون جائر، بكرة بس تعرفوا أكتر على بعض بيتفرفد بيتغير. إيه بس كمان صار لازم يحكي بالتفاصيل، خلصنا بقى. أي تفاصيل؟ شو أي تفاصيل؟ يعني خلص صار لازم يجي يطلبني، ما بدي حضر حالي أنا كمان. خولة لمحت لك بشي؟ ليكي هلأ الواضح إنه خولة طاير عقلة من الفرح، بس كمان الحكي بيبقى حكي. هلأ مجرد إنه عزموكي لعندهم على العشاء هي مبادرة. حبيبتي مو هن اللي عزموني. ما عزموكي؟ أنا اتصلت فيها لحتى أطمن عنها، قامت قالت لي تفضلي، قام أنا ما حبيت خجلة رحت لعندهم. من أمتى أنت بتتصلي بخولة وبتطمني عليها؟ أوه من زمان. شو من أمتى حبيبتي؟ يعني واضحة القصة، بدي أعرف شو صار، شو عم بيصير، شو عم بتدور أحاديث. طب يعني ما بتخافي تنفهم هاي الحركة غلط؟ دخيلك اللي بدهم يفهموا يفهموا، المهم بالأخير أطلع أنا الكسبانة. شكله عاجبك كتير صراحة. سكسي. وشو صوتك؟ عادي يعني كتير طبيعي، أساساً هو حتى لو سمع للكلمة ما رح يهتم. ما رح يهتم؟ ايه حبيبتي شو فكرتي مثلك؟ كل جيله بيسمع بهاي الكلمة يومياً عادي. شو كيف الأرجيلة؟ ظريفة والله، يعني ما صار إلا وطلعتيني من البيت. هيك إيه طلعي حاجتك بقى قابرة حالك بهالبيت وبهالشغل، لقيكي العالم مطاعم وسيارين وروحات وجيات وسهرات وإنتي بعدك بالبيت، لك طلعي بقى طلعي. والله يمكن معك حق. زنزوم أبو هاني شو صار معه؟ يعني ليش وصل لهون؟ هلا أنا ما كتير بتذكر تفاصيل بصراحة، ما كنت اهتم فيها. شو صار؟ ايه حابة تعرفي شو صار؟ كل هالقال؟ اي والله اي والله. ليكي هلا كل البنات بيحبوا بحياتهم مرة وتنتين وثلاثة إلا أنا، بحس كأني فتحت عيوني على هالدنيا ولقيته قدامي ليزن وحبيته. حلو حبيته كتير.
كان عندي قناعة بأنه هذا هو الشخص اللي أنا لازم أتزوجه وجيب منه أولاد وكمل معه حياتي، وما كنت شايفة حدا غيره ولا حدا كان يعنيني. كل المعجبين اللي حولي والعالم اللي عم تتقدم لي ولا شايفة حدا منهم، حتى ما حاولت ولا مرة ألعبها لعبة إشباع غرور، لأني كنت مفوكسة خلص على يزن، وكان عندي قناعة بأنه هذا هو الرجل اللي لازم أعيش معه، قناعة شديدة يعني ولا شيء ممكن يغيره. طيب شو اللي غير؟ والحقيقة كمان بأنه هو كان بهداك الوقت شاب مميز كتير، حليوة ومن الأوائل على دفعته بكلية الصيدلة، وبسن مبكر اشتغل بأهم شركة أدوية بالبلد. يعني تخيلي حتى في شركة عالمية للدواء اختارته بهداك الوقت ليكون هو المندوب الإقليمي تبعهم بالشرق الأوسط. أوه. فكان أحلى يوم طبعاً بحياتي لما أجت تقدم لي، كنت كتير مبسوطة. متخيلة أنت شاب بهي المواصفات يختارك أنت من بين كل البنات؟ متخيلة. وبدأت القصة. كان عنا حياة حلوة بالأول، هو شخص ظريف كتير، حنون وكريم، كان يحبنا كتير أنا وهاني، كان عنده يانا بالدنيا عن جد، وكان أحلى وقت بالنسبة له الوقت اللي يقضيه معنا. يعني صدقيني ياما معتذر عن دعوات كتير مهمة للشغل وسفرات بس مشان يقضي الوقت معنا أنا وهاني. أوكي طيب شو صار؟ تجهز حالك بكرة بدنا نروح عجنينة الحيوانات أنا وياك. أنا وياك وماما ليش لا؟ ليش لا؟ فكرتك رايح على عشاء الشركة. الصراحة إذا بتروحي معي بروح، إذا ما بتروحي معي ما عندي استعداد. إيه أنا ما بقدر مشان هاني. إيه خلاص بلاها بلاها. سادة عشاء شغل. لك إيه قاعدين هون وفد 4-5 أيام لسه، رح نتعشى ونتغدى أنا وياك خير الله. شرفي صار لي كذا يوم بروح وبيجي من قدام الصايغ بشتهي لك هالسنسال. كتير حلو. بس شو المناسبة؟ لا عيد ميلادي ولا عيد زواجنا. حبيبتي اليوم المدير الإقليمي عيني الخبير تبع الشرق الأوسط، يعني السنتين اللي جايين بدك تلحقي سفرات يمكن شهر إيه شهر إيه. مبروك. الله يبارك فيك. بس هدول سفرات شغل. إيه شو عليه؟ منشتغل ومنستمتع شوي. وينك زينة؟ أنا تارك عشا طويل عريض، مو مشان مرتديلا وطون، شو القصة؟ مالي شام روايح. أنا آسفة كتير بس والله فكرتك رايح على العشاء، هلأ نص ساعة بيكون العشاء جاهز. هلأ أنت شو عم بيصير معك؟ وفضل أعرف منك أنت أحسن ما أعرف من حدا تاني. ما عم بيصير معي شي، شو بني أنا؟ شو هاد اللي عم تعمله؟ شو عم بعمل؟ شو عم تعمل؟ من امتى انت بتدخن بالبيت؟ من امتى بتدخن اصلا؟ ما عم دخن، عم نفخ تنفيخ. طب وانا شو بكي انت؟ انت متضايق مني بشي؟ لا 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 ابدا ما في شيء. لا طب انت مانك ملاحظ قد ايه احنا صار لنا مثلا ما قعدنا مع بعض؟ ليكنا زينة ليكنا قاعدين مع بعض، قاعدين قاعدين مثل الاغراب. ما فيني شيء يا زن. ليك اذا انت في وحدة غيري بحياتك قلي قلي قلي، انا عندي شجاعة واجه هذا الشيء، بس لا تتركني هيك مثل الهبلة، قلي بس فهمني. لا لا ما في شيء من هاد، راح مخك كتير لبعيد زينة كتير. القصة وما فيها اني الصراحة يعني زين، انا تركت الشغل تركت الشغل تركت الشغل؟ ايه. انت تركت الشغل ولا هن؟ لا الصراحة هني هني بدهم يمشوني، جابوا لي مساعد وواضح بدهم يمشوني يعني. بس عادي يعني، عادي حدا مثلك يكون عنده مساعد، مو بس مساعد واحد، مجموعة مساعدين. مو هيك القصة، هذا اللي جايبينه على أساس بالشكل مساعد، بس ضمنا
لك هو صار الأمر ناهي بكل شيء، بكل شيء. ما في تقرير إلا بده يطلع عليه، وتوقيعه هو المعتمد مو توقيعي أنا. كل التحاليل اللي عم ساويها، كل التجارب، كل شيء، كل شيء، كله هو صار المسؤول. بس مو مشكلة، بسيطة. لوين رايح؟ في عندي موعد مع مدير شركي أهم بمليون مرة منه. إن شاء الله يزبط ولا خليهم يندموا. صار ينام ساعات نوم طويلة، صار صامت ما عاد حكى، بتجري الكلمة منه جر، صار خمول، دايما بتحسيه غرقان بشي عم بيدور بقلب راسه وما بتفهمي شو هو، ما بتفهمي هو زعلان، هو متضايق، ما بتفهمي عليه شو بو. طيب انتي ما فكرتي تعرفي ليش؟ بعد مدة لما ضلت هاي الأعراض عم تظهر قعدنا وحكينا أنا وياه. أوكي. واعترف لي، اكتشفت وقتها بأنه هو صاير عنده إدمان على نوع معين من الأدوية، ومن الواضح بأنه كل الشركة كان وصلهم هذا الخبر. ولا شركة شغلته؟ ولا شركة، لأنه كان موصل لمرحلة يعني بيكتب تقارير فيها أخطاء كارثية على مستوى شغله. وقتها أنا قررت بأنه أشتغل مساعدة لدكتور أسنان بالعيادة عشان نقدر نعيش، لأنه خلاص ما عاد قدر يشتغل. وبيوم من ذات الأيام رجعت أنا من الشغل، أنا آسفة يمكن مكترة بصل شوي، خلاص المرة الجاية ما رح أتبصل أبداً. حبيبي ما تاكل هم، كل الأمور رح تكون منيحة صدقني. بعدين شو بدك فيهم؟ هن اللي خسرانين أصلاً، رح يندموا بكرة شوف. إيه معك حق، رح يندم. بلا، وإذا أكل هم مشان مصروف البيت ما تاكل هم. أنا قايمة مبلغ على جنب، ما بوشي المبلغ منيح. وخيرك سابق حبيبي، كنت كمان عم شيل من المصروف اللي عم تعطيني إياه، يعني مع شوية تدبير الفترة الجاية بتمشي وكل الأمور بتكون تمام. إيه ماشي ماشي ماشي. أنا عندي موعد هلأ مع مدير شركة كثير مهمة، لسه أهم من هدول. يمكن كمان تأخرت، رح روح شوفه أنا. هلأ رايح لعنده. رايح هيك بالبيجامة؟ وكان هذا الغداء الأخير، خرج ولم يعود. لا هيك كثير تعبت، أنا ما بتحمل هذا الحكي، تعبتي. مشان هيك أنا ما بحب يعرف عني شيء، ما بدي يعرف وين أنا، ولا يعرف شيء عني أنا وهاني، ولا يوصلنا ولا بطريقة. أنا تعبت كتير لحتى قدرت أرجع خلي الحياة متوازنة، تعبت كتير لحتى قدرت أوقف على رجلي، وهاني بلش يعيش حياة طبيعية. لا أوكي عنده بعض النقص بسبب عدم وجود أبوه، بس هذا ولا شيء قدام الكارثة اللي نحنا كنا فيها. صح،